واش الدراري، السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. المهم الدراري، في هذا الفيديو غادي نهضروا على واحد البروجي جديد، بروجي ديال اليوم اللي هو بي ام بي كينغدوم. بي ام بي كينغدوم الدراري اللي هو واحد البروجي ديال ستيك تو ايرن، وكيحاولوا انهم يديروا حتى البلاي تو ايرن. حاليا يعني بداو في ستيك تو ايرن، ولا يعني في داكشي ديال كتحط عندهم البي ام بي وكتربح البروفيت ديالك في كل نهار شحال ما حطيتي كتربح. بالنسبه لحاليا يلا بادين، يعني تقريبا شي 6 ايام هكاك باش بداو، وصلوا 170 بي ام بي في التوتال. لانس وصلوا يعني 28000. المهم داكشي ديال لانس الدراري بحال اللي قلت هو التوكن ديالهم، ولا المهم كتشري لانس باش يمكن لك تربح نتايا البي ام بي. الارباح اليوميه ديالك في هاد البروجي هذا كتوصل يعني 10%. بالنسبه للارباح يعني السنويه كتوصل 3650، يعني شي حاجه اللي خرافيه الدراري. تقدر تحسب بروفيت ديالك، يعني تكالكيلي هنايا تقدر تحسب مثلا غتدخل انت بواحد بي ام بي شحال من يوم بغيتي دير داك ستيك. نديرو مثلا 6 دايز بحال هكايا ونديرو كالكيل. هنا غيعطينا البروفيت ديالنا شحال التوتال. المهم نيو طال هنايا كاين شي ابديت، المهم راه ولا داك داروا شي تحديث جديد. هنايا 50 لانس، بروفيت 22، بروفيت ديال البي ام بي 0.7 بي ام بي شي في 6 ايام. هنايا الدراري كاين داكشي كالكيلاتري، داك المهم داكشي ديال الحساب ديالهم شحال كت ما هادشي حاطينه هما، ماشي انا اللي حاطط شي. ودايرين مقارنه بواحد البروجي اخر اللي هو بيكيت بينز. المهم هاد البروجي راه كانوا هضروا عليه بزاف ديال الدراري. هنا حاطين لك شحال مثلا النهار الاول شحال غتربح، النهار الثاني الى غير ذلك. وكيقول لك البروفيت يعني هادشي افشر تاكس، يعني حتى مورا الاقتطاعات، يعني هما كيقطعوا واحد النسبه ديال شحال ديال 5% هي هادي، يعني هادشي راه مورا الاقتطاعات. الارباح ديالك شحال كتوصل؟ المهم راه كيقارنوا لك بسميتو بهذيك هذا البروجي الاخر اللي قلت لكم. المهم هنايا بي ام بي مينر شاية كيقول لك الارباح ديالها شحال. المهم بحال بي ام بي كينغدوم توكن باي، المهم كيقول لك سميتو التاكس ديالهم 5% 5%. الارباح اليوميه 10%، قبل ما كانت 8% في البروجيات الاخرين، وفي 35 يوم هذا غير 26 يوم 10%، يعني اقل من شهر بروفيت فيها زوين. المهم ثاني حاجه الدراري كما قلت لكم اللي هي الرود ماب ديالهم. الرود ماب ديالهم بداو بال في ام بي مينر ولا البي ام بي كينغدوم، بداو بها هي الاولى. حاليا راه خدامين هنا غيمشيو للميلتيسين مينر، من بعد غيديروا واحد التوكن ديالهم غادي يتلونسا. غادي يمشيو عاوتاني حتى البلاي تو ايرن، يعني ستيج 5 غادي يمشيو للبلاي تو ايرن باش يديروا شي جيم تقدر انك تلعبها. بالنسبه للكوميونيتي ديالهم الدراري، هذه هي التويتر ديالهم، عندهم 1198 في تويتر. عندهم سميتو هنايا الانونسمنت ولا التليجرام ديال الانونسمنت ديالهم هو هذا، عندهم شي 634. هاد اللينك الدراري غتلقاهم في الديسكريبشن. بقى لينا شنو الاوديت للويت بيبر، الاوديت ديالهم هنايا كيعرفوا لينا البروجي ديالهم، معلومات حول البروجي، كونترا ديال سميتو كونتراكت، كونترا ديال سم ادريس ديال الكونترا هنايا، بلوك تشين، المهم بي ام بي سمارت تشين، زيد المهم هنايا معلومات يعني بالنسبه للتاكس الى غير ذلك. اللي بغى يقرا هادشي راه غيلقاه في الديسكريبشن، غنخلي لكم هادشي كامل في الديسكريبشن. شنو حاجه اللي مازال ما شفناهاش؟ نرجعوا هنايا الريفيرال الدراري، فكتقدر انك تربح 12% على كل اي واحد دخل مثلا دار بي اشترى لانس، يعني باش كيستيكي ضروري خصو يشري لانس، واي واحد يعني دخل باش يعني باش يستيكي هنايا ضروري خاصو ضروري نتايا غتربح معاه الى دخل من الريفيرال ديالك. المهم باش يمكن لك تشري نتايا راه ساهل، خاصك البي ام بي هنايا. المهم ما عنديش البي ام بلاتي،
غادي نمشي نمشيو لبينونس، بينونس غنديرو هنايا، نديرو ويدراو، نجيو نديرو لادريس هنايا، نديرو كولي بي ام بي سمارت تشين. المهم حنا غادي نجربو غير بهاد هاد اللعيبة اللي عندنا هنايا، 0.14 400 لانت كدير بيه بحال هكايا، بلاش نقصو هكايا، كيقول لك اقل توتال 0.4 بي ام بي. صافي كونفيرمي، صافي الدراري هاي هنايا. المهم غادي بحال هكا باش كتشري، فاش كتشري اللانت هنايا كدير كليم ديال الريورد ديالك، كتولي كدير كليم. حاليا ما عنديش الريورد، ولكن من بعد غادي يولي عندي، غيولي عندي الريورد. كل نهار نقدر نخرج، ولا شحال ما درت هنايا، المهم شحال ما بغيت انا من يوم نقدر انني نخرج. كما كتشوفوا الدراري هي ترانزاكسيون دازت، غادي ريفريشيو بحال هكايا، اول الوقت كيحسب هنايا. تقدر دير كليم كما قلت لكم، مع السالد الوقت هذا غادي دير كليم. ما عندي والو انا، المهم داكشي اللي دخلت بيه راه ماشي شي حاجه، غير باش نشرح لكم صافي. شنو هي هذه كونفيرمي؟ علاش كدير كونفيرم؟ المهم تشرا فيز، كدير كونفيرمي هكايا صافي، وكيدوز داكشي عندك الواليد ديالك. المهم الدراري هادشي اللي كاين بخصوص هاد الفيديو، ترانزاكسيون كونفيرمي. بالنسبه لسميتو، بالنسبه المهم هادشي اللي كاين واقيلا، يعني شرحت كل شيء. فغادي نقول لكم الدراري ان شاء الله فروسكم، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.